نعم، ذكرنا أكثر من مرة بأن هناك تنسيق بين حفتر وبين غلاة الدولة في قضية الخروج والانسحاب من بنغازي، لكن سبب التعطيل والتأجيل هو شيوع هذا الخبر على وسائل الإعلام مما اضطر مصدرارا لتأجيل العملية. لكن لما تغاضى الناس نسبيا عن الموضوع خرجوا في التوقيت المناسب. أخي الفاضل، دعني أكرر الخطاب لكل عاقل وكل من تورط في عملية لا كرامة أو لبس عليه أو حتى تأول أو إلى آخره. الله عز وجل في القرآن يخاطب أولو النهى، يخاطب أولو العقول، يخاطب أولو الألباب، أولو الأبصار إلى آخره. يعني حرب الكرامة خلال 3 سنوات فيها من الشواهد والأدلة والبراهين على أن حفتر يريد السيطرة، على أن حفتر يريد الحكم العسكري الجبري لكامل ليبيا وليس المنطقة الشرقية فقط. لعل آخر المواضيع التي حاليا يعني فيها كثير من النقاش والجدل، ولعل هي من أسباب يعني ضعف محاور لا كرامة نسبيا، هي قضية كتيبة 106 أو وكتيبة 146 مشاة، وهذه الكتائب عدها حفتر لابنه خالد الذي أعطاه رتبة نقيب، وصدام أيضا أعطاه رتبة نقيب، وضم كل الشباب الذين خرجوا لكليات أو الدراسة في كليات عسكرية في الأردن ومصر وغيرها لهاتين الكتيبتين. حفتر حاليا يريد تأسيس كتائب ذات ولاء مباشر له، كما كان القذافي يفعل مع أبنائه وأبناء عمومته. هذه القضية حاليا مثارة بين كل من قاتل بعملية الكرامة وبذل يعني قتلى وبذل جرحى إلى آخره. يعني لبسي عيد لبسي، وين عيد لبسي في قتال الإرهابيين والحرب على الإرهاب والحرب على الدواعش؟ العباتلة في برتس فرج العين كان له سقط في عملية الكرامة. وين يا خروج قضية الحرب على الدواعش والإرهابيين والاغتيالات وإلى آخره؟ أيضا الفوارس، قضية فوارس جبريل بارسي، وين يا جبريل بارسي؟ الموضوع التكفيريين وموضوع الدواعش وموضوع طوبة لمن قتلهم وقتلوه وإلى آخره. يعني عليكم أن تراجعوا أنفسكم، الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. والله قضية سيطرة على بنغازي، لا حرب على الإرهاب ولا غيره. والله قضية الاغتيالات وبين عملية الكرامة سبب الدماء، يعني قطعا أن وراء هذه الاغتيالات حفتر وجهات استخباراتية أخرى على حسب ما صرحوا به هم أنفسهم.